مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان. اهلا بيكم فقره جديده من طبيب الحياه. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا بيهم كل زوج وزوجه، وهي كيفيه تحديد نوع الجنين. ازاي نقدر نعرف نوع الجنين واحدث الاجهزه، وازاي نقدر نوصل للجنين اللي احنا عايزينه، سواء طفل بنت او ولد. النهارده مع الاسم الكبير القيمه والقامه، الاسم الكبير في مجال النساء والتوليد، استاذ دكتور احمد عوض الله، استشاري الحقن المجاري واطفال انابيب مستشفى دار الطب، وايضا عضو الجمعيه البريطانيه بلندن. اهلا بيك يا دكتور احمد. انا ما طولتش في الانترو لانه موضوع مهم انا مش عارف اتكلم فيه قوي زي حضرتك، وناس كتيره قوي بتشوف الله، يعني هو انا ينفع اختار فعلا الطفل بتاعي نوعه ايه؟ يعني ينفع اختار فعلا ولد او لو حد حابب يجيب بنت؟ في البدايه دكتور حضرتك تعرفنا بس، يعني ايه المقصود اصلا بتحديد نوع الجنين؟ بص عليك، هو طبعا المسؤول عن التحديد بتاع جنس المولود يعني الست دي هتحمل في ذكر ام انثى في الطبيعي هو الحيوان المنوي، يعني الراجل طبعا. اوكي تمام. ولا يوجد فحص مؤكد بيتقال هذا الرجل هو منجب لبنات بس او لبنات واولاد، لانه كثيرا ما يقال او ما يعني ياتي الى ذهن المشاهد انه يمكن يكون في طريقه بيها افحص الحيوان المنوي بتاع الرجل، افحص الحيوان المنوي بتاع الرجل عشان اعرف الرجل ده حكايته ايه، بيجيب بنات بس ولا بيجيب بنات واولاد ولا ولا يوجد امرأة بتحمل في بنات بس من الرجل ده، وبعدين الرجل ده وان يتزوج من أخرى فيجيب منها الذكور. ده كلام مش مظبوط، لأنه الرجل تاني هو المسؤول عن تحديد جنس المولود. يعني أقول لحضرتك إيه بيحصل طلقات كتير يا دكتور بيفتكروا بالظبط. فهم في كثير من الأحيان يجي راجل يبقى عنده مثلا 4 بنات 5 بنات 6 بنات، يقول للست انا هروح اتجوز تاني عشان اجيب ولد، ما انت المسؤول. فانت ممكن تتجوز واحده واثنين وثلاثه وخمسه وبرضه يقعدوا يجيبوا في بنات. الطريقه اللي بيها كان يتم فحص او يعني ما يسمى تحديد الجزء بتاع الجنين ان كان ذكر ام انثى، كانت البدايه في السبعينات عن طريق رجل هو عالم امريكي يدعي نفسه بانه عالم ولا داعي لذكر اسمه، وهذا الرجل كان عنده حاجة اسمها فصل الحيوانات المنوية، كان بطريقة معقدة جدا بيدور على طريقة يحضر بها الحيوانات المنوية في المعمل، وعلى حسب الكثافة والسرعة بتاعت الحيوانات المنوية كان بيبدأ يبقى فيه كولمز أو مجموعات زي بالظبط اللي بيمسك طماطم ويعملها في الخلاط زي الفقرة الأولانية دي، المية ومش عارف فيها إيه وحاجات من دي، وبناء عليه في تركيز معين للحيوانات المنوية، ياخد التركيز مثلا اللي في الحتة دي في الأنبوبة بتاعت المعمل، تبقى هي دي تتحقن في الرحم بتاع الست اللي هو تلقيح صناعي يعني، فتدي فرصة أعلى في حدوث حمل مثلا في ذكر. الكولمن ده أو التحضيرة بالطريقة الفلانية تحدث حمل أكثر في أنثى. هما ما عندهمش عيب في الإجهاض. فكانت لما السيدة بتحمل تروح تعمل سونار، وبعدين في الشهر الثالث او الرابع او الخامس زي ما يكون لما يعرفوا هو ذكر من انثى، ان كان الحق الجنس ما هو طلب من بيخلوه وان كان مش هو نبقى ننزله، طبعا ده حرام عندهم طبعا عادي. والقصه دي اسمه فصل الحيوانات المنويه لذكور واناث، واعاده الحيوانات المنويه الى تجويف الرحم التلقيح الصناعي، ولها نسبة نجاح وهي نسبة نفس نسبة النجاح بتاع التلقيح الصناعي. وهذه التقنية ليست بالضروري إحداث حمل في ذكر بنسبة 100 إن كنت بدور على ذكر، أو أنثى بنسبة 100% إن كنت بدور على أنثى. دي توقعات هو بقى بالزبط. يعني وهو باع اللايسنس دون أو باع التقنية دي لمجموعة من المراكز في العالم. كنا احنا واحد منهم سنة 2008 يعني تقريبا من 9 سنين. احنا جربنا التقنيه بعد لما دفعنا فلوس كتير، ولقينا ان نسب النجاح مش بتاعت انه ذكر من انثى، نسب الحدوث الحمل من هذه التقنيه عامه هي اقل نسبيا عن حتى التلقيح الصناعي العادي. ورغم ان التكلفه بتاعت هذا الفحص او فصل الحيوانات المنويه كانت مرتفعه نسبيا بالنسبه للتلقيح الصناعي العادي، لان فيها طريقه معينه بتتعمل بيها ومواد معينه
كنا بنستخدمها في الفصل بتاع الحيوان المنوي توقفنا عن هذه التقنية تماما. واحنا كنا من الناس الاوائل اللي اشتغلنا الشغلانه دي سنه 2008 2009. وبعد شويه كان في الطب موجود من منتصف الثمانينات تقنيه جديده اللي هي اسمها فصل او فحص الاجنه. وفحص الاجنه كان يقتصر على مراكز قليله في العالم. وفحص الاجنه ده ان انا اجي في الجنين المنقسم اخد خليه من الخلايا بتاعت الجنين في اليوم الثاني في اليوم الثالث في اليوم الخامس زي ما يكون وافحص الصفات الوراثيه بتاعت كل جنين على حده بفحص خليه واحد من مجمل الخلايا المنقسمه داخل الجنين. ولتبسيط الامور هو طبعا داخل كل خليه من دول هي مجمل كروموزومات الجنين. وكل جنين هو صفات تختلف تمام الاختلاف عن اخوه اللي موجود في المعمل. يعني انا لو عندي سيده طلعت 10 بيضات اتخصب منهم 7 اجنه، السبع اجنه دول في طبق جوه حضانه، السبعه دول زي 7 اخوات قدام عينيكي كل واحد منهم حاجه تانية مختلفه عن التاني خالص. فكنا بناخد خليه من الخلايا دي او كانوا بياخدوا خليه من الخلايا دي ويبداوا يفحصوها. هناك عده طرق لفحص الاجنه وهناك عده تقنيات بيها الجنين ده بيتفحص وعدد الكروموزومات بيختلف على حسب رغبة الطب في فحص الأجنة. وأنا بدور على إيه؟ يعني أنا بدور على مشكلة في الكروموزوم 13 ولا 18 ولا 21 ولا كل الكروموزومات ولا جزء من الكروموزوم ولا إكس وواي. وهنا بقى في جوه الفحص الوراثي للأجنة إن أنا أفحص الكروموزوم إكس وواي. اكس واي ده يعني ايه؟ البنوته هي اكس اكس الولد هو اكس واي. ودول بيكونوا 2 كروموزوم من مجمل الكروموزومات اللي موجوده داخل كل جنين. هذه التقنيه ظلت لسنين طويله تقنيه مكلفه جدا، ومع الوقت بدات تنخفض تكلفه هذه التقنيه، ومع الوقت بدا يبقى في درايه بانه في ما يسمى الفحص الوراثي للاجنه، الفحص الوراثي للاجنه اللي هي موجوده فين في المعمل، لمعرفه من الذكر من الانثى، وتتاخد الذكور من الاناث وتعود الذكور الى الرحم او الاناث الى الرحم. دي مش احدث حاجه، دي موجوده بقى لها فوق 20 سنه. مع بدايه عمل هذه التقنيه في جمهوريه مصر العربيه كان هناك حروب شديده، لكن هذه الحروب كانت حروب طبيه وليست حروب دينيه، لان الحروب الدينيه حسمت. حضرتك النهارده لا يجوز انك انت تعملي اي اجراء طبي في المجال بتاعنا إلا لما تبقي بيصدق هذا أو بيصدق على هذه التقنية الجزء التشريعي الديني. يعني حضرتك لما تيجي تقولي مثلا إيه، هل يجوز استخدام حيوان منوي من رجل آخر؟ لا طبعا، دينيا حرام في الدين الإسلامي والمسيحي. هل يجوز استخدام بويضة من سيدة تتبرع ببويضات؟ حرام. هل ده موجود في جمهورية مصر العربية؟ غير موجود. هل ده موجود في الوطن العربي بلد من كل البلاد؟ إنما ده ممنوع ومحرم دينيا في الاسلام والمسيحيه. امال هما بيستعملوه في اوروبا وامريكا ليه؟ اللي هو البنوك بتاعت الحيوانات المنويه والبنوك بتاعت البيضات، دي مش قضيتنا، دي قضيتهم، هما يحلوا قضاياهم مع بعض. وبعد شويه لما حضرتك بتفحصي الجنين بتبقي عارفه من الجنين الذكر من الانثى. زي ما قلت لك كان هناك بعض الحروب الطبيه من في ادخال هذه التقنيه في مصر. ولكن تاني كل الجهات المعنية بالتشريعات الدينية في العالم العربي أحلت الفحص. وده ليه؟ اللي أنا هقوله لحضرتك بعد كده، ولكن اعملي اللي انت عايزة تعمليه وحطي كل التقنيات والأفكار اللي نفسك تحطيها. إن لم يكن هناك إرادة إلهية فإن هذه المرأة تحمل في ذكر أو أنثى وزرعت أجنة مرة واثنين وثلاثة وخمسة وخمسين مش هتحمل. مع كل التكنولوجيا والتطور الحاجة الغريبة بقى انه فعلا احنا لما بدينا نتابع، اولا احنا اشتغلنا الشغلانة دي من سنة 2000 وزي ما قلت لحضرتك 2008 2009، يعني ما هو قرابة 8 سنين اتعمل فيهم الاف الحالات. والغريب في السيدات دول ان هم سيدات بينجبوا، تشيل اللولب توقف راس منع الحمل تحمل بسهوله، المبيض بتاعها رائع كشكل وتقييم من
الطب يعني تحاليل هرمونز كويسة وحجم المبيض جيد ومحيط المبيض والانترال فوليك يعني شوية الحاجات اللي احنا بنبص بيها او بنقيم بيها المبيض كلها سليمة تماما. هؤلاء السيدات مجموعة منهم تديهم منشط الاستجابة سيئة جدا وهم صغيرين، واستجابة المتوسط او لو انا خدت 100 سيدة ما عندهمش عيال و100 سيدة عندهم 7 بنات وعملت تنشيط لدول وتنشيط لدول هتلاقي المجموعة اللي ما حملوش استجابتهم احسن من المجموعة اللي بتحمل. عدد البويضات دائما بيبقى اقل من عدد البويضات اللي الست اللي ما بتحملش. حاجة تجنن. المبيض بطانة الرحم التفاعل بتاعها مع المنشطات سلبي جدا، وفي مجموعة من السيدات بطانة الرحم بتبقى ليست بجيدة مقارنة ببطانة الرحم بتاع السيدات اللي هم ما عندهمش عيال وبيدوروا على أطفال. شوفي سبحان الله مفيش وبعدين تطلعي البويضات خارج الجسم التخصيب نفس نسبة التخصيب، ولكن ممكن حضرتك تفحصي الأجنة، تفحصي 2 أجنة يعني 2 أجنة يا دكتور؟ يعني السيدة مثلا طلعت 10 بيضات، العشر بيضات دول فيهم 2 وصلوا لليوم التالت، في المتوسط المفروض يبقوا 7. هو نفس متوسط التخصيب هو ونفس جودة الأجنة هي، بس تعالي بقى مثلا عشان تفحصي الأجنة لابد أن تكون الأجنة بمقاييس معينة في اليوم التالت أو الخامس عشان تقدري تفحصيها. ممكن تفحصي لامرأة 2 أجنة ويطلع ال2 أجنة دول ذكور وهي عندها 7 بنات، وتفحصي لسيدة 15 جنين ويطلع ال15 جنين دول بنات. فده معناه انه احنا اداة في الوسط، احنا بنحاول ان احنا نوصل لجزء من جزء من اللغز او المعادلة، ولكن في كثير من الملابسات داخل اللغز دون احنا كتير ما بنعرفش ان احنا نحله. اللي هو اشهرهم طبعا ان حضرتك تفحصي الاجنة ولا تجدي داخل الاجنة ديا ما هو ذكر، او لو هي بتدور على انثى ما هو انثى. طيب في طريقة بيها بتحضر الحيوان المنوي ما قبل استخدامه في حقن البويضات؟ لا مفيش. يعني هي كده انت حضرتك بتاخدي حيوان منوي بمواصفات معينة بتحقنيه جوه البيضة، بعد كده في جنين بيتكون، بعد كده في جنين بينقسم، بعد كده في جنين بيتفحص، وبناء عليه حضرتك تعرفي ان كان هذا الجنين هو ذكر ام انثى. لكن ما اقدرش اكتشف من الحيوان المنوي ان ده ممكن يجيب لي ولد او بنت، ما اقدرش. لا خالص. هل في طريقه بيها ممكن الحيوانات المنويه تتسبغ او تتفحص لمعرفه ان كان هذا الرجل او العينه بتاعت النهارده دي هي عينه حامله لحيوانات منويه تحدث حمل في ذكور؟ بس لو انا عملت كده ابقى قتلت الحيوانات المنويه. تتسبغ؟ ما انا مش فاهمه تتسبغ يعني تتسبغ. دلوقتي انا عندي مثلا مانيكان، هل المانيكان ده ينفع يبقى بني ادم؟ لا طبعا. تمام. اعتبر ان الحيوان المنوي كان بني ادم، خدتيه حطيتيه في شمع زي متاحف الشمع كده وخرجتيه. لما تخرجيه من الشمع تقدري بيه تعرفي بفحص معين ان كان الحيوانات المنويه اللي في العينه دي فيها ما يجوز بهذه العينة أن تحدث حمل في ذكر. يعني لو افترضنا أن احنا خدنا الحيوانات المنوية سبغناها والأحمر ده الإناث والأزرق ده الذكور، ممكن تلاقي 3 4 5 بطش كده في العينة زرق. يبقى ده معناه إيه؟ ذكر. أنه ممكن تكون في حيوانات منوية بس هل أنت بقى الحيوانات المنوية دي هستخدمها؟ لا لا طبعا خلاص. وهل أنت النهاردة لو جيتي خدتي عينة سائل منوي تانية بعدها بنص ساعة وبديتي تاخدي منها تنقي منها شويه حيوانات منويه، هل بالضروري ان الحيوانات المنويه اللي انت بتنقيها دي تكون بتحدث حمل في ذكر؟ لا طبعا. لا مش هبقى عارف. ده انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه هذه التقنيه هي ليست بمكلفه ولكن ليها تكلفه. الحمل الطبيعي في البيت ده زيرو تكلفه، الحمل من الوسائل المساعده للانجاب هو مكلف الى حد ما. وان كان مكلف في ناس بتسعى الى يعني بتسعى وراء حدوث حمل لان هم ما عندهمش عيال، انسداد انابيب، ضعف شديد في الحيوانات المنويه، ضعف تبويض، تاخر حمل غير معلوم السبب ايا كان. انما بالذات الفحص بتاع الاجنه ده هو علاج اختياري بنسبه 7000%.
فلا يجوز الدخول في مثل هذه المحاولة إلا بعد لما يبقى هو عارف تمام العلم أنه قد يحدث حمل، ونسبة الحمل هي أعلى نسبة من حدوث حمل من الحقن المجهري، وليس بالضروري أن تبقى الزوجة شديدة الخصوبة أن طالما هيتزرع لها أجنة ذكور لازم تحمل بنسبة 100% أو خلفت قبل كده فلازم تحمل، ولابد أن يعلم الرجل والمرأة تمام العلم أن هناك نسبة قليلة جدا أنه تتفحص الأجنة وتكون كل الأجنة إناث، وأنه هذا ليس بالضروري أن يكون متكرر كل مرة، ولكن طالما أنا هفحص أجنة والأجنة دي ذكور يبقى هترجع إناث، لو أنا عايزة إناث هترجع والعكس، ولو أنا ما لقيتش الجنس المطلوب أنا هعيد المحاولة دي من نقطة الصفر مرة أخرى. وإنه تشريعيا ده مش حرام، لأنه خلاص الكلام اللي أنا قلته ده جاوب على كل التساؤلات اللي في ذهن الناس. اعمل اللي أنت عايز تعمله، اللي ربنا عايزه ولا هيكون إرادة ربنا خلاص. يعني حتى لو العلم تقدم زي ما احنا بنقول إرادة ربنا، يعني هو ده الفحص الوراثي للأجنة. ماشي يا دكتور، يعني مفيش حاجة تانية غير الحقن المجهري؟ لا مفيش. التلقيح الصناعي ما يدينيش برضو؟ احنا قلنا التلقيح الصناعي ده وان كان يستخدم في وقت من الأوقات لكن دلوقتي مش لا زال موجود ولكن دي تقنية مش مؤكدة، يعني تكلفتها أصبحت مقاربة من التكلفة بتاعة الفحص الوراثي للأجنة. طب عدد البويضات بقى اللي بتخرج من رحم السيدة بتأثر شوية في ان حضرتك تنتقي مثلا بويضات؟ لا. برضو عدد البويضات يعني حضرتك النهاردة زي ما قلت لك انت ممكن تفحصي ثلاث أجنة بس يطلعوا ثلاثة أولاد أو بنات وممكن تفحصي 15 جنين ويطلعوا 15 بنات ولكن تاني برضو ما هو يعني بالمنطق كل ما بيزيد عدد البويضات المخصبة كل ما بيزيد عدد الأجنة اللي بتتفحص كل ما ده بيزود احتمالية وجود ذكر، لكن مش برضو مش مؤكد. طيب دكتور في حاجة اسمها الفحص بالليزر في تحديد نوع الجنين ولا لا؟ لا لا لا، هو بص حضرتك هو يعني حاجة من الاثنين، انت بتعملي حاجة اسمها تثقيب للجنين بالليزر عشان تدخلي بالإبرة اللي هي الرفيعة جدا 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 اللي بتدخل عشان تنطق اللي هي الامبريو بايوبسي الحاجة اللي بتاخد الخلية من داخل الجنين عشان تخرج بيها برا عشان هذه الخلية هي اللي تبقى بتتفحص. الفحص بتقنيات مختلفة حاليا يجوز زي ما قلت لحضرتك الفحص الاكس واي واكس اكس بس، يجوز الفحص لعدد معين من الكروموزومات المشهور اللي هو ممكن يبقى فيه خلل 13 و 18 و 21، يجوز الفحص لكامل الكروموزومات على حسب الرغبة وعلى حسب الحاجة وعلى حسب الملف الطبي ماشي في أي اتجاه. طيب في سيدات بتعتقد ان في عملية حسابية ممكن تعملها او اكل معين او حاجة ممكن يخليها تخلف بنات او العكس؟ هذا هو الطب البديل، ده موجود، ده يحترم، ولكن ده مش التخصص بتاعي. يعني ما تقدرش تكلمنا فيها دكتور خالص؟ مش عايز تقول. ماشي يا دكتور، فصيلة دم الزوجين بتفرق في تحديد؟ لا احنا كل في مفاهيم يعني غلط جدا وخاطئه جدا موجوده في بالنا واحنا بنصدقها، فحضرتك بتصححها لنا دلوقتي؟ لا خلاص انا ببص عليك، احنا ناقصنا قد ايه ويخلص الحلقه دي؟ بتهيألي مش كتير. انا اصلنا قد ايه؟ طب يا شباب دقيقه يا دكتور مش هنلحق. بص عليك، احنا اتينا الى هذا المجال من سنه 2008، احنا اسمنا دار الطب، احنا ثالث اكبر مركز اطفال انابيب في العالم، احنا بنعمل ما هو قرابه 7-8000 دوره علاج، مش شطارة ولا زي ما كان يقال علينا في يوم من الأيام نحن يعني بنعمل لمنظومات دولية. هو اسم دار الطب غسيل أموال واحنا مش عارف ايه قالوا عليه كل حاجات دي. انا برضو احب ان الناس تسمع الكلام ده وحتى القائمين على البرنامج. احنا مركز زينا زي 150 مركز في مصر، 300 بني ادم، اكتر من 4 عيادات، اكتر من 1,000,000 بيضة في المعمل كل سنة، مئات الآلاف من الحالات بتعدي علينا كل سنة، عندنا مركز في السودان وعندنا عدد دورات علاج، أكبر عدد دورات علاج في السودان. إحنا عندنا هدف واحد، نسبة نجاح مرتفعة من دورة حقن مجهري. أنا ما بقدمش سحر، أنا راجل بشتغل عشان السيدات ياخدوا أحسن ما هو موجود من خدمة بأقل ما هو موجود من تكلفة، بنحترم الطب بتاعنا وبنقدم نسبة حمل محترمة
من يا دكتور احمد، انتوا اسم كبير، دار الطب اسم كبير، وبتشرفنا وجودك معانا في طبيب الحياه ونورتنا، وان شاء الله نستكمل كلامنا في فقرات ثانيه. كمان نورنا في الاستوديو استاذ دكتور احمد عبد الله، استشاري الحقن المجاري واطفال الانبي بمستشفى دار الطب. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهارده، استنونا ان شاء الله فقرات جديده من طبيب الحياه. كنت معكم انجا علاء، الى اللقاء. We'll be right back.